في ختام هذه الحلقة، لكن لا بد من شيء. يعني نحن مقبلون في الأيام القادمة على 30 يونيو، وهذا اليوم الحزب الشيوعي دعا فيه إلى مظاهرات، وتجمع المهنيين دعا فيه إلى مظاهرات، وحزب منبر السلام العادل دعا فيه إلى مظاهرات، وحركة الإصلاح الآن دعت فيه إلى مظاهرات، وحشد دعت فيه إلى مظاهرات، وغيرها فصائل مختلفة ومتنوعة الاتجاهات. الكل دعا إلى الخروج في مثل هذا اليوم، وهناك مراقبون يتخوفون من عدة سيناريوهات. البعض يقول أن يحصل صدام أو شقاق بين الشعب، البعض يزيد بها إلى أنها بداية صوملة، وآخرون يقولون لا، هناك مؤامرة أصلا خارجية بقوة سلاح استدعت استنفار الجيش ونشره لقواته في حول الخرطوم وفي الأماكن الاستراتيجية فيها. هل من رسالة توجهونها لعموم الناس بخصوص هذا اليوم؟ نعم، هو يعني كثرة الوارد من الأخبار يجعل يعني الإنسان في عسر من ترجيح هذا أو ذاك، لكن يعني كلام عام أنا أقول بأن هذه الحكومة القائمة قد ثبت فشلها، وليس مجرد الفشل بل الفشل الذريع في سائر الملفات التي تصدت لها، اللهم إلا شيئا يعني واحدا، وهو قضية محاربة الدين. هذه نجحوا فيها يعني ما شاء الله بامتياز، سواء كان ذلك في تولية المناهج لمن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أو كان ذلك في قضية تنحية ما ذكرته لك في الوثيقة الدستورية، أو محاربة الدعوة بسائر الأشكال، قضية حل المنظمات ومصادرة ممتلكاتها وما إلى ذلك، القضية الفساد الذي حصل في أجهزة الإعلام أيضا بمحاربة، يصب في نفس الشيء ومحاربة الدين. أما بعد ذلك لو نظرت إلى الملفات الاقتصادية، ملف السلام، ملف الحريات، الملف القصاص لمن قتلوا ظلما، قضية الكف الظلم عن الناس، هذا كله قد فشلوا فيه فشلا ذريعا ولا يلوح في الأفق بأنهم في طريق إلى النجاح. إنكار هذا المنكر واجب، ولذلك قضية الخروج في مظاهرات سلمية من أجل تزييف الفرية التي روجوها بأن لهم يعني سندا شعبيا وأن لهم حاضنة شعبية، هذا مطلوب. نعم. لكن يا شيخ، ما يأتي من أخبار عن قضية احتمال احتكاكات أو انقسام أو كذا، هل هناك من وصية عامة؟ الوصية العامة أقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وهذه مهمة الأجهزة النظامية، يعني الجيش والشرطة ورديفاتها واجب عليها أن تكون أعينها يقظة لمنع أي تفلتات أمنية يترتب عليها إزهاق للدماء أو إتلاف للممتلكات.